الهواري له التحية. مشاهدينا في كل مكان شوط الزمول، وهنا أشواط الكبار في بداية هذا الموسم. نتمناه موسم خير وبركة على جميع ملاك هذه أيضا الهجرة العربية الأصيلة. الآن نتواصل ونتقدم لنأخذ مقدمة هذا الشوط. هناك سراب مملوك لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، من تقدم وخطف هنا الأضواء كما نتابع. المركز الأول، المركز الثاني الدخول والقدوم، وصل مليح لذيب بن علي بن سالم الربيعي، يتقدم في هذه اللحظات وينتقل ثانيا، وتدخل آخر من قبل شاهين للسعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي. مشاهدينا سراب وصل لسعيد بن خليفة أيضا بن رشيد ليتقدم في هذه اللحظات. الشرط اللي تقدم لمحمد بن مبارك بن علي الراشدي هو الذي سيطر على زمام الأمور وتقدم وانطلق من البداية. مشاهدينا في كل مكان. أما المركز الثاني اللي غير الآن شاهين للسعادي بن سرور بن سعيد الاكتبي، ويتقدم شعار الربيعي في المركز الثالث في هذه اللحظات مع مليح لذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. أما وصل في هذه اللحظات أحد الشعارات القوية، شعار بن رشيد مع سراب لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. النقلة القادمة والدخول مع المركز الخامس. المركز الخامس اللي وصل الآن ونتابع معكم، هناك أدهم مملوك لمبارك بن سالم بن راشد السعدي، وهنا دخول آخر في المركز السادس من قبل شاهين لعيد بن محمد بن أحمد المزروعي، وصل واحتل المركز السادس. المركز السابع، السابع وصل لزد لعيسى بن جابر بن راشد الخيالي، يتقدم في المركز السابع. المركز الثامن، ثامن المراكز صياد مملوك لعبد الله بن حمود بن تركي الذي وصل في هذه اللحظات. عبد الله بن حمود بن تركي الاكتبي وصل واحتل المركز الثامن. المركز التاسع، التاسع وصل عديم مملوك لمحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، شعار الصقار. وعاشر المراكز هناك شاهين ايضا الذي وصل في هذه اللحظات وغير. هنا نتابع معكم الزعيم اللي وصل لسعيد بن خليفه بن زهره الخيالي. النداء الاول هذه الزمول المنطلقة لهنا مشاهدينا، الانطلاق في عاصمة الميادين مع سن الكبار، مع الأداء الجميل، العودة للراشدي، العودة إلى شرط، وهذه السلالة الغنية عن التعريف. محمد بن مبارك بن علي الراشدي هو من خطف الأضواء، هو من سيطر بأحد السلالات القوية. المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الآخر شاهين للسعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي، أيضا في موجود في المعمعة من البداية. وصل، وصل شعار أدهم، أدهم وصل أيضا لمبارك ابن سالم بن راشد السعدي، تجاوز من الجانب الآخر، دخول قوي على المناطق المتقدمة. بينما المركز الرابع وصول مع تقدم سراب لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، يبحث عن الهاتريك بعد ما خطف الشوط الأول. مشاهدينا في أيضا الحيل وشوط الزمول، وهنا أيضا يبحث بن رشيد وكالعادة مع شعار الجميل. وصل الربيعي، وصل أيضا مشاهدينا بانطلاق جميل ومميز للغاية مع مليح لذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، بدأ يتقدم
يتقدم الآخر في المركز الخامس سادس المراكز اللي وصل الآن اللي شاهين وصل لعيد بن محمد بن أحمد المزروعي بدأ يوصل في المركز السادس السابع المركز السابع الدخول من الأسد بإشعار عيسى بن جابر بن راشد الخيالي تقدم وانطلق إلى المركز السابع ناخذ الثامن اللي قادم من المناطق الخلفية هملول لناصر بن محمد بن ناصر بن مشيط المري يتقدم بإشعار الحاكم الحاكمة يتقدم هنا مشاهدي الأعزاء النداء الأول ولكن بجواره بالمركز العاشر بالرقم 10 صياد لعبد الله بن حمود بن ترك الكتبي يتقدم الآخر بالمركز التاسع المركز العاشر الزعيم سعيد بن خليفة بن زهرة الخيالي هذا هو النداء ولكن اللي غير شعار الرباعي يغير الأمور ينطلق ملاح لذيب بن علي بن سالم الرباعي المنصوري هو أيضا من الشعارات الجميلة الوثباوية المركز الثاني هناك المحاولة من شعار الراشدي مرة أخرى لاستعادة المركز الأول الآن في الثاني شرط وشرط مملوك لمحمد بن مبارك بن علي الراشدي الله على الشوط هناك من الجانب الآخر متواجد السعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي بدأ ينطلق بدأت الزمول تغادر بدأ الشوط يزداد قوة وصل سراب وصل سعيد بن خليفة بن رشيد بدأ يا ما شاء الله باندفاع في المركز الثالث الرابع وصل شعار أيضا الخيالي من عمق الميدان بن زهرة وصل بن زهرة أعطوه درب أعطوه فرزة ما شاء الله هناك أيضا الزعيم لسعيد بن خليفة بن زهرة الخيالي مع بن رشيد ومع الرباعي في الصدارة من هنا مشاهدينا التحية تتواصل عبر الهواء مباشرة الله يا الرباعي الله يا بن رشيد يا بن زهرة الشوط لمن الناموس لمن هذا هو شوط من الأشواط الجميلة أشواط الكبار الله هنا ذيب بن علي بن سالم اليا الرباعي المنصوري مع ملاح وبن زهرة وصل مع هنا الزعيم سعيد بن خليفة بن زهرة شوفوا هناك السعيدي أيضا واصل بن سرار بن سعيد الكتبي في المركز الثالث ولكن الشوط الله على الشوط الله يغير الزعيم يغير شعار بن زهرة اللي أتى من المناطق الخلفية والسعيدي من الجانب الآخر بن سرار الكتبي ولكن الزعيم من الجانب الدوني الله ولا الزعيم وشاهين شاهين والزعيم اللحظات الأخيرة شعار بن زهرة وشعار السعدي الله الشوط وين الفوتو فينش وين يا شباب الله خلونا في الإعادة إفادة المركز الثالث شعار ذيب بن علي بن سالم الرباعي والمركز الرابع مشاهدينا الأسد لعيسى بن جابر بن راشد الخيالي ومركز الخامس سراب لسعيد بن خليفة بن رشيد في الإعادة فادي الهواري أعطنا الفوتو فينيش ونشوف مين صاحب المركز الأول كانت معركة قوية بين شاهين السعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي وبين الزعيم لسعيد بن خليفة بن زهرة الخيالي خلونا نشوف النتيجة النهائية من مخرجنا المتألق مع الإعادة ومن هناك عربة الأوبي والنقل الخارجي اللي متواجد في عاصمة الميادين تهانينا لأيضا الزعيم تهانينا لسعيد بن خليفة بن زهرة الخيالي بهذا الفوز والإنجاز هذه أمامكم الإعادة 10 دقائق 9 ثواني وفاء وتماما تحية لسعيد بن خليفة بن زهرة أيضا هذا الإنجاز الجميل المستحق ولو غريب المركز الثاني ما قصر يقول الحق 10 دقائق 9 ثواني وجزءا يتيم من الثانية هو الشهر
الاخر مشاهدي الاعزاء كان شاهين مشاهدي الاعزاء للسعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي له التحيه. المركز الثالث 10 دقائق 10 ثواني 8 أجزاء من الثانيه، تهانينا بفوز مليح لذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، تهانينا والناموس لكل الذين فازوا وتابعوا معنا هذا الانجاز. مشاهدينا الكرام نتواصل ونجدد اللقاء.